دبي آي ودبي مارين وجزيرة النخلة موقع استراتيجي، اسلوب حياة فريد وعصري في كل إمارة دبي، ما في حياة مماثلة لها. اليوم شركة عمار العقارية بتعطيك فرصة استثنائية انك تعيش في هالمنطقة هذه بأفخم مشاريعها البحرية، مشروع عمار بيتش فرونت، جزيرة مباشرة على النخلة بين دبي مارينا وجزيرة النخلة. ستشاهدون الآن شرح بسيط ومفصل عن الجزيرة من حيث أبراجها وأسماء المشاريع واتجاهات مواقعها في الخريطة ونسبة الإنجاز في تلك المشاريع. أعمار طرحت 5 أبراج فيها نسبة إنجاز جيدة جدا، واليوم سأتحدث أيضا عن البرج السادس الأخير. أول برج تم طرحه كان بيتش فيستا، وهو باتجاه جزيرة النخلة. البرج الثاني كان سان رايز بي من الجهة الأخرى باتجاه دبي مارين. البرج الثالث كان مارينا فيستا. الرابع جراند بلو إيلي صعب باتجاه جزيرة النخلة. ساوث بيتش أول مشروع تقدمه شركة عمار بنظام إيز باي عمار، بيت للعطلات هوليدي هوم. والآن بلس بيتش فرونت أحدث وآخر مشاريعها في تلك الجزيرة الجميلة. ببساطة، ما يميز هذه الجزيرة عن المشاريع الأخرى في دبي، معظم المشاريع التي على البحر مباشرة فنادق. اليوم عندك فرصة سكنية هي الأرقى من حيث الشقق البحرية، وكذلك الحال استثمارية مختلفة ومميزة بكل سوق. يعني شقق على البحر مباشرة، شاطئ خاص، نادي يخوت، موقع استراتيجي، وتشطيبات هي الأفخم، وخض الدفعات مرنة من شركة عمار العقارية رائدة التطوير العقاري في إمارة دبي. فإذا أنت كنت من الأشخاص المهتمين ياخذ شيء مميز استثمار أو سكني، هذه فرصة ذهبية أنصح الجميع بالاطلاع عليها والاستفادة منها.